افتتحت نقابة صيادلة حلب بالتعاون مع شركة ثقة لتنظيم المعارض أعمال المؤتمر العلمي الصيدلاني الثالث في شيراتون حلب، وذلك بمشاركة عدد من شركات الأدوية والمستلزمات الطبية ومجموعة من الطلبة الدارسين في كليات الصيدلة. أهمية المؤتمر بتجي من أنه موجود كبار الأساتذة والمحاضرين وأساتذة الجامعات بالجمهورية العربية السورية وعمداء كليات الصيدلة لحتى يتواصلوا وينقلوا أحدث ما توصل إليه العلم لزملائنا الصيادلة وللطلاب بالجامعات إبلة وجامعات حلب. نحن هاي السنة اهتمينا شغلة إضافية أنه عملنا ورشات عمل لتطوير مهارات عند الزملاء طلاب الصيدلة لنأهلهم ويدخلوا سوق العمل. هذا المعرض هو بالدورة الثانية له، بيضم حوالي 40 شركة من مختلف المحافظات السورية. اخترنا مدينة حلب لإقامة هذا المعرض. بتعرف اليوم مدينة حلب هي مدينة الصناعة السورية، بالإضافة لهي مركز لتجمع أكثر من 80% من الشركات الدوائية مقرها بحلب، فبالتالي نحن عملنا هذا المعرض هون لنقدر نجمع هالصناعيين وهالشركات الصناعية المتخصصة بصناعة الأدوية مع الأخوة الأطباء ومع الصيدلانيين، يكونوا كلهم تحت سقف واحد. المؤتمر يتضمن ورشات عمل ومحاضرات علمية حول كل ما يتعلق بعلوم الصيدلة وجديدها. الهدف منه عم بيكون تأمين فرص عمل زيادة حتى بموضوع اليد العاملة، موضوع توفر الدوائي، موضوع توفر الدوائي هذا بينعكس حتى بأنواع الشرائح الدوائية، عم بينعكس عليها وعم بيزيد عليها أكثر وأكثر، لما يكون أحد الأطباء والصيادلة بيعطوك مقترحات عن أصنافية غير موجودة بالسوق، موجودة بالسوق العالمية، فينا نحن كشركات أدوية ننتج منها، عم بيتم هذا الإنتاج وبتم بمختبرات الشركات السورية وأيدي سورية تماما، بكون في كثير نجاح مبهر بهذا الموضوع، والمعرض كثير بيساعد بهذا الموضوع وانتشار هاي الاصناف اكثر واكثر. هالمعارض وهاللقاءات العلميه مهمه جدا لاعاده بناء الانسان قبل الحجر. نحن بحاجه الى اعاده التالق لسوريا لترجع اقوى واحلى مما كانت عليه، وترجع الامور ان شاء الله الى عهدها كما كانت عليه سابقا. المؤتمر يهدف إلى تطوير آليات العمل النقابي والمهني والاجتماعي من خلال الخدمات التي يقدمها الصيادلة للمواطنين، إضافة لتطوير الأدوية واستنباط أصناف جديدة.